السلام عليكم، كيف حالكم حبايب قلبي؟ ان شاء الله تكونوا طيبين. اهلا وسهلا بكم ببلوج جديد. طبعا اليوم هو الجزء الثاني من تنظيم المطبخ. بما اني صورت الجزء الاول، اذا ما شفتوه لا تنسوا تروحوا تشوفوه. صورت لكم كيف نظمت دواليب الاكواب ودواليب الصحون، وجبت لكم افكار ان شاء الله راح تساعدكم في تنظيم المطبخ. اليوم هو الجزء الثاني اللي راح انظم فيه المطبخ. فسويت البهارات المره اللي فاتت زي ما انتم شايفين، حطيتها بهذا العلب، اخذ مني وقت مره كثير ولين ما لقيت اللصقات وكذا، فعشان كذا طول الفلوق. فحبيت اني اقسمه لجزئين، فاليوم هو الجزء الثاني من تنظيم دواليب المطبخ. تعرفوا دواليب المطبخ دائما تاخذ وقت، عشان كذا قبل ما نطول الفيديو اكثر لا تنسوا تدعموني باللايك وتشتركوا بالقناه اذا ما كنتم مشتركين، وتفعلوا زر الجرس. كمان لا تنسوا تتابعوني على الانستغرام وسناب شات، دائما انزل هناك يومياتي. وبس يلا نبدا على الفيديو. واخيرا حبايبي، هذه البهارات اللي اخذت مني تقريبا ساعه وانا ارتبها، واكثر من ساعه، بس حبيت كيف طلعت الماجي، شايفين كانها كذا سبايك صغيره من الذهب، مره عجبتني. فالحين راح ارتب كل شيء بالدولاب وحوريكم كيف الطريقه. Here's to the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more. طيب يا جماعة، جاهزين تشوفوا النتيجة النهائية؟ ترا! واو، صراحة صار يفتح النفس، منظم ومرتب زي ما انتم شايفين، كل البهارات مبينة وكذا، الوانها تفتح النفس، والليبلز اللي عليها. اوكي يا جماعه، هذه النتيجه النهائيه للدولاب. زي ما انتم شايفين فوق حطيت علبه بلاستيك وحطيت فيها كل البهارات الزايده اللي ما استخدمتها، وهنا حطيت علبه الماجي. فهذا صار جاهز دولاب البهارات، منظم ومرتب ويفتح النفس. اوكي حبايب قلبي، الحين نجي لتنظيم الادراج. اول شيء عندي هذا الدرج اللي بجنب البوتاجاز، حسيت انه مكانه حيكون حلو عشان احط فيه ملاعق اللي راح استخدمها عشان اقلب واطبخ وهذه الاشياء. فعندي ملاعق مره كثير، فتعرف ليه ما لقيت له هذا المنظم؟ هذا المنظم حلو واسع عشان يشيل لي ملاعق التقليب. شايفين كيف واسع؟ مره حلو، وكمان من هنا السيليكون يعني ما راح تتزحلق عليه، تظل ثابته. وبعدين اخذت هذا المنظم عشان احط فيه سكاكين، لانه حابه اني استغل اكبر مساحه في الدرج، فعشان كذا كان عندي مساحه كذا قليله، فحبيت اني احط هذا المنظم عشان احط فيه السكاكين واستغله اكبر استغلال واحط فيه كل الاشياء اللي احتاجها. وهذه هي النتيجة النهائية لدرج الملاعق. حبيت أحط هنا كمان الماسك السيليكون هذا اللي يحمي من الحرارة، وهنا حطيت الولاعة. شايفين كيف استغليت مساحة الدرج هذا أكبر استغلال عشان خلاص ما يحوس الدنيا، يكون كل شيء منظم ومرتب في مكانه. صراحة مرة حبيت النتيجة النهائية. طيب يا جماعة، والدرج هذا اللي تحت الملاعق حبيت أحط فيه الأشياء اللي ما لها مكان والأشياء اللي مو مرتبطة مع بعضها البعض، جبت منظم عشان أنظمها وأحطها بطريقة مرة مرتبة وتكون يعني سهلة في سرعة الوصول لها. أوكي يا جماعة، شايفين هذا المنظم اللي أخذته؟ مرة حلو، والحلو فيه انه مقسوم عدة اقسام، فراح يساعدني اني احط اكثر من شيء. فراح احط هنا المبشرة والفتاحة اللي تفتح العلب والمبشرة، راح احطهم كلهم هنا. Thank you.
اوكي يا جماعه، زي ما انتم شايفين كيف الدولاب صار منظم مرتب، على الرغم ان الاشياء هذه مو متصله ببعضها وكل حاجه لها استخدام، بس حبيت كذا انظمها. وهذه المنظمات جدا ساعدتني اني احط كل شيء بمكانه ويكون له مكانه الخاص. طبعا هنا حطيت مرايل عشان اطبخ كذا والبس مريول واكون كذا مترتبه. بعدين هنا حطيت عده الخبز وهذه الاشياء. هذا الشيء قطاعه البصل والثوم تشتغل كذا بالبطاريه، شايفين مرة حلوة، فحبيت حطها هنا عشان يكون سهل الوصول لها. بعدين حطيت هنا المقاس والمبشرة والمقشرة وكل هذه الأشياء. هنا حطيت عصارة الليمون، هذه قطاعة البصل، هنا حطيت قطاعة البيض، وهنا حطيت مشابك، هذه تستخدموها عشان لما يكون مثلا عندكم كيس شيبس أو مكسرات مفتوح تقفلوه بهذه، كأنه دبي مرة فيها رطوبة عالية، فلما أفتح البطاطس أو الشيبس ألاقيه صار مترطب ورطوبة فيه وكذا ما يتقرمش، فأخذت هذه من إيكيا. الكليبسات هذه مرة حلوة. اوكي الحين جاء وقت اللي ننظم فيه تحت المغسلة. تعرفوا هذا المكان دائما يكون حوسة لانه نحط فيه اشياء التنظيف ونحط فيه الفرش وهذه الاشياء، فقررت اني اجيب منظمات. قررت اني اجيب له هذه المنظمات عشان انظمه وارتبه، والحين هوريكم كيف الطريقه. طبعا المكان اللي عندي تحت المغسله مره صغير وما يوسع اشياء كثير، فراح احاول استغله باكثر طريقه ممكنه. اوكي يا جماعه، فاكرين لما رحت معاكم ايكيا واشتريت هذه كان سعرها 8 درهم حوالي؟ هذه مره حلوه تنظم لكم الدولاب. شوفوا كيف راح استخدمها الان، راح الصقها على باب الدولاب بهذا الشكل. اوكي تلصق بكل سهوله، شايفين؟ الحين راح استخدمها عشان احط فيها القصدير، ورق الزبدة، ممكن كمان تحطوا فيها اكياس الزبالة، ممكن تحطوا فيها اي شيء يخطر في بالكم تقدروا يعني تستخدموها كتخزين، حتى ممكن تحطوا فيها البصل والبطاطس وهذه الاشياء لانها فيها فتحات فالمكان يتهوى بطريقة كويسة. اوكي يا جماعه، الحين جبت هذا ليزي سوزن، عباره عن دورين، هذه راح تساعدني اني استغل المساحه، فراح احط اشياء المنظفات هنا، وهنا راح احط حشو. ايش احط؟ اوكي، والدور الاسفل اللي هنا راح احط فيه اكياس القمامه، كمان الزيب لوك هذه اللي دائما استخدمها لما نخرج في السياره وكذا، دائما نحتاجها في المطبخ، من ايكيا اخذتها، جدا ممتازه يا جماعه، وكمان فيها حجمين، حجم الصغير والكبير. اوكي يا جماعه، شايفين؟ والله اني حست يا جماعه لان المكان صغير واحاول قد ما اقدر اني الاقي لكل شيء مكان. المهم جبت هذه المنظمات الاكريليك، شايفين كيف شكلها مره حلو، راح احط هذه في هذه الفرش، فهذه الفرش دائما استخدمها لتنظيف الحمام والمغسله وهذه الاشياء، راح ارتبها بهذه الطريقه. اوكي زي ما انتم شايفين كيف راح احط سلة الزبالة، وانتم بكرامة، هذه اخذتها من ايكيا مرة كبيرة، في المطبخ دائما احتاج سلة تكون كبيرة. اوكي كمان اخذت هذا المنظم، شايفين يشبه منظم التوابل اللي وريتكم اياه، وكمان في له مرة حلو اللي هو الدرج هذا، هنا حقدر احط الاسفنجات والليفة وهذه الاشياء، حوريكم الان كيف. طيب يا جماعة شايفين هذه القفازات؟ احزروا فزروا واكتبوا لي بالتعليقات لايش تستخدم. إذا حزرتوا هذه تستخدم إنكم تغسلوا فيها الصحون، تكون يدكم ما تتعرض للصابون وتحمي يدكم بنفس الوقت سيليكون ما يتجمع عليها البكتيريا، ومفروض إنها تغسل الصحون. صراحة ما جربتها، راح أجربها وأقول لكم رأيي. المهم راح أحطها هنا وأعلقها بهذا الشكل، شايفين؟ يا جماعه شايفين هذا المنظم؟ في درج من هنا جوا، هذا الدرج راح استخدمه عشان احط فيه الاسفنجه.
اوكي جماعة، وهنا راح احط هذه البخاخات. هذه البخاخات علب فاضية راح استخدمها عشان اسوي لكم منظفات كذا من البيت تكون نظيفة. ان شاء الله بفلوقات الجاية ترقبوا، ولا تنسوا تفعلوا زر الجرس. من هذا المكان الضيق يا جماعة قاعد اصور لكم، عشان كذا لا تنسوا تدعموني باللايك. وهذه اخر علبة، يلا بسم الله. ياس، شايفين كيف استغلينا المكان اكثر استغلال؟ وهذه يا جماعة النتيجة النهائية. واو، صراحة مرة انبسطت ان الدولاب صار منظم ومرتب، وقدرت احط كل الاشياء اللي احتاجها انها تكون تحت المغسلة. اوكي يا جماعة، الحين جاء الدولاب اللي هو عنده مكان واسع من جوا وصعب الوصول له، فعشان كذا راح احط فيه الاشياء اللي ما راح استخدمها كل يوم، زي القدور، هذه الصواني، طبعا هذه تكون يعني مناسبات خاصة، مثلا هذا القدر الكبير، بعدين عندي هذا اشياء العدة وكذا رمضان، بعدين جبت هذه المقالي الجديدة لونها وردي يا جماعة، يجنن لونها، يحمس للطبخ مرة. وشايفين كيف نظيفة لي، يا رب كذا دائما تضل على طول. وشوفوا هذه المقلاة جاب لي عبد الرحمن، لأنه عارف انه احب اشياء الذهبية وكذا، ففاجأني فيها وقال لي شو ايش رايك، والله جنن، عجبتني مرة كثير. لا وهذا الدولاب بعد ما رتبته. هنا حطيت الصواني اللي احتاجها، هنا حطيت المقالي، وهذا القدر جاب لي عبد الرحمن. بعدين جوا شايفين هنا لانه مكان مره ضيق وبعيد، حطيت الاشياء اللي ما راح استخدمها يوميا زي الترمس، الجاك، بعدين عندي الصواني القزاز، وحطيت كمان اخر شيء هذا القدر الكبير شايفينه. فمره حلو هذا الدولاب لانه اخذ لي اشياء مره كثير. والدرج اللي تحته قررت احط فيه القدور هذه، طبعا القدور هذه اخذتها ست وشاركتها معاكم في مشترياتي اللي اخذتها للبيت الجديد. قررت انه هذه المره يكون كل شيء كذا بنات ووردي بما انه رمضان جاي، فان شاء الله راح اسوي لكم طبخات مره حلوه بهذه القدور. طبعا هذه القدور ما تلصق فيها الاكل ومفروض انها تكون صحيه، فعشان كذا عجبني ديزاين مره، اللون الوردي مع الخشبي حسيته مره حلو. المهم نظفت الدولاب كله والحين راح احط فيه القدور. وقت الملاعق وهذه الاشياء، طبعا هذه افضل منظمات الملاعق اللي قدرت الاقيها من ايكيا، راح استخدمها عشان ارتب فيها كل الملاعق اللي نحتاجها. وهذه الشوكه اخذتها للحلى. كمان عندي هذه الملاعق الخشبيه مره حبيتها صراحه، راح احطها هنا. اوكي جماعة، هنا حطيت اشياء الملاعق خاصة بإيلين، وهذه المزازات اللي تستخدمها دائما. كمان شوفوا ايش جبت، هذه من طلبتها من شيئين، ملاعق خشبية تجنن صراحة، حبيتها. شوفوا الكواليتي كيف، احس لما تاكلوا من اشياء غريبة كذا، مو يعني مو زي المعتاد مثلا من ملعقة زي كذا، او تشربوا من كاسة مثلا تكون حديد او تكون نحاس، تحسوا كذا لكل شيء طعم غير. فاحس هذه الملعقة والشوكة صحني ما اكلت منها، بحس لما راح اكل منها احس ان طعم الاكل غير. ما ادري اذا انتم زيي اكتبوا لي تحت بالتعليقات، لكن جدا جدا حبيتهم هذول من ايكيا طلبتهم. كمان طلبت هذه راح استخدمها عشان اخلط فيها الماسكات، فراح احطهم كلهم هنا بصندوق الملاعق. هذه الشوك والسكاكين خليتها جديدة كل الضيوف لما يجوا راح اغسلها. هنا راح احط المصفى، طبعا هذا المصفى اخذتها اثنينهم من ايكيا، هذا الحلو فيها انها تصير كذا واسعة، ف شايفين، ولما احط ابغى احطها في الدولاب ما تاخذ مني مساحة. شوفوا كيف انطوت وصارت صغيرة، راح احطها بهذا الشكل. وعندي هذه المصفى كمان مرة حلوة لانها جاية كذا بزاوية، شايفين مرة مرة حلوة. And
I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up and we just sing along and I can't help but feeling. وفتحت كل الالكترونيات من الكرتون وغسلتها ونظفتها، طبعا شاركتها كمان معاكم ببلوج المشتريات لانه بالكراتين صراحه كانت تاخذ مساحه مره كبيره، حسيتها كذا ماليه المطبخ، فالحمد لله اني فتحتها. طبعا اخذت هذا قدر الضغط، مره متحمسه اني اجربه، هذا كهربائي راح اسوي لكم به وصفات يعني خطيره نار وشرار، فمره متحمسه. او ماي جاد واو. بعدين هنا عندي الخلاط والبلندر وهذه الاشياء، كمان حبيت اشارككم بهذا الشيء. شوفوا الدجاجه هذه، هذه الدجاجه تطبخ البيض فتخلي البيض يتقشر مره بسهوله معاكم، البيض مفور طبعا، تخليه يتقشر بسهوله معاكم وكمان الصفار يكون اصفر. ان شاء الله راح اوريكم كيف لما اسوي فطور وحركات وكذا. فالمهم راح اجرب الان انظم هذه الاشياء، ويا رب ادعوا لي انها توسع بدولاب واحد. والدولاب بعد ما رتبته شايفين ما شاء الله الدولاب مرة واسع، أخذ لي كل الأشياء اللي المختصة بالإلكترونيات والخلاطات وهذه الأشياء، فعجبني أكثر شيء إنه كله بمكان واحد، فخلاص كل ما أبغى شيء يكون بدولابه ومكانه الخاص، وهذا هو الدولاب كامل بعد ما رتبته ونظفته. باقي لي يا جماعة آخر دولاب وراح أوريكم الحواس اللي فيه. أوه خلاص خلاص خلاص، قفل 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 قفل, قفل. ما أبغى أشوف شيء، ما أبغى أشوف. شوفوا يا جماعة الحوسة اللي حطيت نفسي فيها، لكن اللي يفرح انه هو هذا اخر دولاب راح اتعب عليه، ولكن ان شاء الله بكذا يكون خلصت المطبخ كامل. وما احكي لكم صح انه شعور متعب وكرف وكل شيء، بس النتيجة النهائية تخلي الواحد يتحمل ويصبر لانه الشيء حيطلع ان شاء الله واو. المهم زي ما انتم شايفين طلعت كل الاكل اللي موجود عندنا، يعني مو غير الثلاجة طبعا، هذا اللي نحافظ برا الثلاجة. اشتريت هذه الحافظات بس خليت واحدة كذا مقفل عشان اوريكم، طبعا غسلتها ونظفتها ونشفتها، لكن هذه وهي تيجي كذا من المحل، لانه شايفين كيف الغطاء عنده هنا زي المطاط يدخل بطريقه مره محكمه، وبعدين تقفله هنا من الجوانب خلاص، يعني تصير العلبه محكمه الاغلاق وما يدخل لها رطوبه ابدا، فبهذه الطريقه تحافظ على قرمشة الأشياء الموجودة مثل بسكوت بطاطس أي شيء. فأنا أخذت أحجام مختلفة، أخذت الكبير والصغير وكذا عشان يمديني أوزع وأحط الأشياء اللي أبغاها. ومن ضمن الأشياء اللي طلبتها من أمازون وحبيت أشاركها معاكم اللي هو هذه حافظة البقوليات والأشياء هذه. طبعا هذه زي ليزي سوزن، شايفين كيف تدور مرة حلوة، وبعدين من تحت في زي هذا الصحن الصغير تعبوها. طبعا هي جاية مقسومة من جوا، خليني أوريكم. شوفوا من جوا كيف مقسمة إلى أربع أقسام، تقدروا تحطوا الرز، العدس، الشوفان، البقوليات اللي تحبوها. بعدين مثلا تختاروا تدوروها، مثلا تبغوا الرز تضغطوا بعدين هنا بهذا الشكل وينزل لكم وينزل لكم الرز بهذا الصحن. وكمان تقدروا تستخدموه كمصفاه، تحطوا فيه مويه وتنزلوا فيه المويه. مره مره حلوه، حبيتها عمليه، واحلى شيء انها ترتب لكم كل شيء وتحفظه بمكان واحد ويكون كذا منظم وشكله مرتب.
spinning round, round, round. Oh, I want you now, now, now. My world is spinning round. اوكي جماعة اخيرا خلصت، حطيت كل الاكل زي ما انتم شايفين بهذه العلب. اللي عجبني بهذه العلب انها كمان يعني تقدروا تحطوا فوق شايفين وما تتحرك، لانه من فوق في كده زوايا فيمديكم ترصوا هذه العلب فوق بعض. مره حلوه، احجامها كمان مناسبه، واحلى شيء فيها انها زي ما قلت لكم محكمه الاغلاق. المهم الحين عندي هذه اللصقات اللي طلبتها من امازون، راح ادور على الاشياء اللي موجوده عندي والصقها، والاشياء اللي مو موجوده راح اكتبها، ويلا نبدا على الشغل. خلاص قربنا للنهايه. واخيرا يا جماعه جت اللحظه الحاسمه والاخيره اللي راح احط فيها كل شيء بالدولاب يا جماعه. والله يمكن قعدت ساعه ونص على هذه العلب، بس المهم النتيجه شايفين صراحه طلع شيء يجنن ويفتح النفس. مره حبيت النتيجه، حبيت انه كيف منظم شفاف ومرتب. يا جماعة حطيت هنا المعلبات كلها زي ما انتم شايفين، اخذ مني مرة معلبات كثير. وهنا حطيت عليها معلبات، هنا حطيت حلويات، وهنا اشياء الخبز، هنا الشربات، حطيت هنا صلصات الطماطم كلها، هنا عصائر وحليب إلين، حطيت هنا حلويات إلين، وهنا حطيت التمر، هنا الكيك. اوكي يا جماعة زي ما انتم شايفين هذه هي النتيجة النهائية للدولاب وللعلب. هذه صارت صراحة شكلها مرة يفتح النفس، وصار الدولاب كذا صح انه اكثر دولاب تعبني واخذ مني حوالي ساعتين في الترتيب، لكن النتيجة النهائية تستاهل كل التعب. حبيت جدا الترتيب اللي هنا شايفين، وخذ لي اغراض الدولاب مرة كثير، وشوفوا في حتى مساحة هنا فاضية لو حابة اجيب شيء، او حتى هنا ورد العلب هذه في مساحة مرة فاضية، فمرة عجبني الترتيب. اكتبوا لي انتوا تحت بالتعليقات ايش رايكم بالنتيجة النهائية، والحين حوريكم المطبخ كامل. حبايبي راح اشارككم باخر خطوة لتنظيم او حفظ الصابون. طبعا الصابون يجي بعلبه هذه، وحسه شكليا يعني مو حلو، فانا اخذت له هذه العلبة الكبيرة، واخذت له هذه المغرفة تعرفوها للدقيق وكذا. الحين حوريكم كيف راح احفظه ويطلع شكله مره حلو ومرتب. اوكي زي ما انتم شايفين كفاله علبتين صابون، مره العلبه حلوه وكبيره، فهذه تساعد كمان انكم تغرفوا بكل سهوله وتحطوها بالغساله. شايفين كيف شكلها؟ كمان تقدر تحطوا هنا لصق وتكتبوا عليه صابون، فحبيت بس اشارككم بهذه الطريقة في التنظيم، كمان تعطي شكل مرة حلو. واخر خطوة انه نخلص المطبخ يا جماعة، جبت هذه طبعا حطوا فيها رول المناديل، وتكون سهلة عليكم لما تغسلوا الصحون وحابين تنشفوا يدكم او شيء، مرة حلوة تلصق على دولاب المطبخ. اوكي بسم الله. شايفين كيف طلعت مرة حلوة وما تاخذ مكان في المطبخ، لأنه هذا المكان بالعادة ما نستفيد منه، فعجبتني إنه حلو مكانها، فحلوة إنه كمان فوق المغسل لأني دائما أحتاج إني أنشف يدي. مرة مرة حلوة. أنتوا اكتبوا لي تحت بالتعليقات إيش رأيكم بكل الترتيب اللي سويته اليوم. والحين قبل ما ينهي هذا الفيديو حابة أوريكم كيف كان شكل المطبخ قبل وكيف صار بعد. You've been hiding in the shadows way too long. Always thought that you were weak, but babe, you're wrong. Yeah, you better step into the light. Just give it a try. Think that it's time you let that spark out. You've been hiding in the shadows way too long.
Cause you're a work of art. حبايبي أكون وصلت لنهاية الفلوغ ونهاية يومنا ونهاية ترتيبنا وتنظيمنا للمطبخ. أتمنى أنكم استفدتوا وبنفس الوقت استمتعتوا. صراحة هذا الموضوع أخذ مني يعني بالتصوير يمكن يبين لكم نص ساعة 40 دقيقة، الفيديو أخذ جزئين، لكن بالواقع تقريبا 9 أو 10 ساعات وأنا قاعدة في المطبخ وأرتب وأنظم. تعرفوا هذه الشغلات يعني يحتاج لها وقت ويحتاج لها خاصة اللصقات والتنظيم والترتيب، لكن جدا مبسوطة بالنتيجة النهائية، جدا مبسوطة اني قدرت استغل مساحات الدواليب وانظمها بشكل حلو عشان دائما تظل منظمة ومرتبة، وحتى لما ابغى اطبخ واكون مستعجلة اعرف مكان كل شيء. فهذه الطريقة جدا تساعدك انك تكوني منظمة في المطبخ ولكل حاجة يكون لها مكانها المخصص عشان ما تضيع منك في يوم من الايام. اتمنى انكم استفدتوا، لا تنسوا تدعموني باللايك ولا تنسوا تشاركوا هذا الفيديو مع صحباتكم مع امهاتكم مع كل اللي يعز عليكم. صراحة راح اقدر هذا الشيء جدا كثير. اتمنى انكم تدعموني، انا جدا يوم تعبت بهذا الفيديو وحبيت اني افيدكم بالافكار اللي سويتها بمطبخي. كمان اللي راح يعلق على شيء اللي هو هذا، طبعا انا عارفة انه هذا مو تشيك بيز وهذا اوت، صح هذا غلط. المهم انا لانه ما لقيت يعني لصقات بالشيء اللي ابغاه، فعشان كذا خلاص اضطريت اني احط هنا سوب، هو بالفعل يعني يطلع في النهاية شربة. هذا هو مفروض حمص احط هنا، بس ما لقيت لصقة لهذا، حتى ما ادري ايش اسمه بالعربي. المهم هو احنا ناكله في روسيا اسمه جريتشكا، جدا مفيد مفيد مو طبيعي. وهذا العدس صح، فعشان لا تعلقوا تقولوا لي والله كتبتيه غلط، ادري ادري ادري. المهم جدا انبسطت بالنتيجه، ان شاء الله انتم كمان تكونوا انبسطتوا، وبس ان شاء الله اشوفكم على خير بفلوق ثاني. ويدي راحت فيها وكل شيء تعبانه، راح اروح اروق وارتاح، وبس ان شاء الله اشوفكم على خير بفلوق ثاني. احبكم كثير.